السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض البط المرجان، هنشوف ازاي بنغسلها علشان ما يبقاش فيها اي زفارة خالص. من الله، طبعا انا شاطفة البطاية كده شاطفة، بس لسه ما غسلتهاش يعني الغسيل العميق علشان هي ما يبقاش فيها اي زفارة، لان الاهم من طبيخ البط ان احنا ننضفه كويس جدا. معايا دقيق كده، هياخد كمية من الدقيق حوالي 6 معالق. تمام، وهحط عليهم 3 معالق ملح، 3 معالق كبار كده ملح، لان طبعا ده اللي بيطهر لي البطايه مكان الريش، وبيشلي كمان الريش الصغير اللي فيها، يعني بيعمل لها زي صنفرة كده. هقلب معايا الدقيق على الملح، بسم الله. طبعا هي ما فيهاش اي ريش، ولا من الخلطة بتاعت الدقيق والملح هحط منها على الجلد واحط منها من جوه علشان تنضفها لي وتخليها لي زي الفل. هبدأ ادلك الجلد بتاع البطاية كده، طبعا من كل اتجاهاتها. طبعا كمان يا حبايبي حاجه لازم ان احنا نبقى واخدين بالنا منها كويس قوي، الجزئيه اللي هنا في البطايه لازم ان هي تتشال بالطريقه ديت، تمام، لان هي ديت اللي بيبقى فيها الزفاره بتاعتها. لو ما اتشالتش خالص مهما نغسلها عمر ما الزفاره هتروح منها خالص. طبعا لو في اي ريش صغير بنشيله بنتخلص منه. تمام، باخد كده وبحط في قلب البطاية علشان تنضفها لي وتخليها لي زي الفل. حطيت من الخليط كده جوه وببدأ برضك ادعكها كويس جدا. تمام يا حبايبي، بشطفها دلوقتي عشان اتخلص من كل الدقيق اللي عليها ونرجع نشوفها مع بعض. طبعا دلوقتي انا هحشي البطاية بتاعتي بالبصل، معايا بصل مفروم ومعايا هحط مكعب من الزبدة كده، يعني حاجة بسيطة جدا. معايا البصل، يعني بصل فرماه كده ناعم، تمام، ومعايا الكبدة والقنصة اللي هي بتاعت البطاية، انا هحشي بيهم البطاية. طبعا مجرد ما معايا قطعه الزبده هتسيح معايا هبدا انزل بالبصل، بسم الله، وهنزل بالكبده والقنصه. طبعا البصلايه هتدبل معايا شويه كده، هنزل بمعلقه صغيره من الملح، ومعايا حوالي نص معلقه كده من الفلفل الاسمر، ونص معلقه كده كمون، وهقلب معايا كويس جدا. طبعا
طبعا الكمون مفيد جدا معايا في الحشوة، خصوصا لما بنحشي البط مرتب، ده عندنا هنا في دمياط بنقول عليها مرتب. تاني وكده خلاص الحشوة بتاعتي هحشي بيها البطاطس بتاعتي بالشكل ده كده، بعد ما اتغسلت وبقت زي الفل بالشكل الجميل ده كده. بسم الله ما شاء الله كده. هبدأ ان انا معايا الحشوة بتاعتي خلاص كده، سبتها لما هديت معايا، هبدأ ان انا هحشي البطاية. انا هكتف البطاية بتاعتي او ممكن ان هي تتخيط، خلاص ما نفعتش ان انا اكتفها، تمام، لقيتها ان هي هتتفك مني فخيطتها عادي جدا، خيطتها من هنا ومن هنا، تمام كده معايا. بسم الله ما شاء الله. هبدأ انزل بمعلقة زيت فيها عشان اسلق البطاية بتاعتي، هبدأ انزل بمعلقة زيت كده، معايا فص من المستكة وكام فص كده من الحبهان، ومعايا بصلايه كده متقطعه على 4، ومعايا كام عود من ورق اللورة كده، وبشوح كويس جدا وبنزل بالمية. معايا دلوقتي البطاية بتاعتي نزلتها في المية بتاعتها علشان ان هي تتسلق كويس جدا وتستوي معايا، ومن وقت للتاني بقلبها من جميع الاتجاهات علشان اضمن ان هي استوت تماما معايا، وبرضك من وقت للتاني بشيل الريم اللي بتجمع عليها علشان طبعا كل الحاجات ديت بتفرق معانا في طعم الشوربة بتاعتها، علشان طبعا لما نعمل عليها ملوخية او هنعمل عليها اي حاجة ان شاء الله تبقى اطعم شوربة معانا. تمام يا حبايبي، البطاية بتاعتي كده خلاص اتسلقت بالشكل الجميل ده كده، استوت تماما معايا ومن عند الصدر كده، بسم الله ما شاء الله، طبعا استوت معايا بالشكل ده كده، تمام. هبدأ ان انا هعمل الحاجة اللي انا هدهنها بيها علشان احمرها في الفرن وتاخد معايا لون جميل جدا، ديت يعني حوالي معلقتين من الصلصة كده، صلصة الطماطم، تمام. هحط عليهم حوالي معلقة زيت كده، بسم الله، من الملح، ومعي رشة من البابريكا. طبعا كل الحاجات ديت بتطعم لي البطاية وبتخليها لونها جميل جدا، ومعي كمان رشة من فلفل اسمر، وهقلب كل الكلام ده كده مع بعضه وهدهن بيه البطاية. بسم الله، معايا صينية كده، وهفرش فيها بس ورقة ألمونيا علشان تحافظ لي على الصينية وطبعا ما يلزقش فيها حاجة. الوش اللي مش بيلمع هو ده اللي احنا هنحط عليه، تمام، شايفين الوش ده بيلمع معايا والوش ده مطفي، هو ده اللي احنا بنحط عليه. هبدأ معي احط رشة كده من الزيت بسيطة وبالفرشة كده، وابدأ ان انا اوزع الزيت. طبعا الزيت ميزته ان هو بيحافظ لي ان البطاية ما تبقاش لزقة معي، تطلع معي بسهولة، تمام كده يا حبيبي، بقى بالشكل ده كده. هبدأ اجيب البطاية بتاعتي كده، بسم الله، وابدأ معايا ادهن
البطاية من جميع الاتجاهات بتاعتها عشان تاخد معايا لون جميل جدا. طبعا هدخلها حبايبي في الفرن، هتاخد وش من فوق كده تتحمر، وبعدين هطلعها واقلبها على الوش التاني وادهنها عشان تاخد من الناحية التانية. وكده يا حبايبي البطاية بسم الله ما شاء الله طلعت من الفرن واخده لون جميل جدا زي ما شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. حبيبي لو الطريقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيل زر التنبيهات وتشاركوا الفيديو عشان غيركم يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.